سلام مش حوالكم، ان شاء الله يا رب تكونوا هنيين ومتهانين وتكونوا بصحتكم. عم بالكم الفيديو تاع اليوم هذا بالسيف راني نديلكم في المونتاج، عاد اليوتيوب يجيني تقيل بزاف. المهم في الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا لا غوسيت دي تاع صواب على العروسه، راح تشوفوا معايا روتين تاع الجمعه اللي فاتت ديما راني روتار، وراح تشوفوا معايا حوايج شريتهم رمضان ان شاء الله. نبداو بسم الله. الوصفه تاعنا فيها كاس تاع سميد ارطب، كاس تاع فرينه، نص كاس تاع زيت، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، شويه تاع ملح، شويه تاع سكر فاني. نخلي كل شيء يتبسس مع بعضه. ومن بعد عندنا هنا نص كاس تاع ماء، نبداو نحطوا فيه بشويه بشويه حتى تتلم العجينه. العجينه في يديكم لازم تكون طريه، ما تكونش تلاصق في اليدين، بصح كي تحكموها تلقاوها كي شغل مرخوفه. نغطيو عليها ونخليوها ترتاح نص ساعه. بعد ما رتحت نص ساعه نغبروا شويه تاع فرينه فوق البلون دو ترافاي، ديروها حربوش كيما هكا كبير، ومن بعد نقصوها كيما هكا صغيره، وديروهم صغيرين باش يجيو الكعبات متحوفين. نكوروها ونديروها بالطول كيما راكم تشوفوا، نبسطوها شويه، ما ديروهاش خشينه بزاف باش ما تجيش معجنه من الداخل. نتقبوها ثلاث تقبات ونحطوها ترتاح الوقت اللي نكملوا فيه الكعبات الاخرين. خليتها رتحت 5 إلى 10 دقائق، الوقت اللي نحطوا فيه الزيت يسخن. بعد ما تخليوها ترتاح شويه راح يتقفلوا هذوك التقبات، عاودوا حلوهم قبل ما تحطوهم يتقلاو. نحطوا الزيت يسخن مليح، نحطوهم في زيت يكون سخون، ومن بعد نقصوا عليهم نقلبوا النار متوسطه ونخليهم يتحمروا بعقل باش يطيبوا مليح من الداخل. وهما سخونين نحيوهم من الزيت، بعد نحطوهم في العسل يكون بارد، وهكا يكون وجدوا. صدقوني روعه. راني حطيت لغوسات هذه بعد في التيك توك، وكاين الناس جربوها وعجبتهم، ان شاء الله حتى نتوما تجربوها تعجبكم. نسيت ما قلت لكمش العسل لازم يكون عاقد، يكون شويه خاطر باش كي تحطوا صباع العروسه ولا المخارق هذوما في العسل يبقاو معسلين ويبقاو يجيبكم شغل يقرمشوا روعه. وتانا الماء حبيت نقول لكم حاجه، الماء قادر تدي لكم نص كاس، قادر تدي لكم اكثر ولا اقل حسب نوعيه التسميد. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت. درك راح نخليكم تشوفوا الحوايج اللي شريتهم، ما نشتيش نبقى نكسر لكم راسكم بالهضره، كل حاجه راهي باينه وشي هي. وان شاء الله يا ربي يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا يا رب العالمين، وكل واحد متمني حاجه في قلبه ان شاء الله ربي يرزقه بها. نخليكم مع الفيديو ومن بعد نرجع لكم. وبعد ما شفتوا الحوايج اللي شريتهم ان شاء الله يا رب يكونوا عجبوكم. راح نبداو درك الروتين تاع نهار الجمعه اللي فاتت. كنت نوت صباح ودرت شويه تاع تيراميسو باش نسهروا بيه، حطيته يبرد في الفريجيدار، عملت شويه تاع سلطه ودرت شويه تاع باستا باللي في الويدمار. وبعد ما كملت درت دوره خفيفه في الدار وراكم معايا.
وكان ده هو الروتين تاع نهار الجمعة، لقطات برك الجمعة اللي فاتت كيما قلت لكم وختمناها بالسهرة. إن شاء الله يا ربي يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم. إذا عجبكم كيما العادة ما تنساوش تديو لي لايك وأبوني في لاشين باه يوصلكم كل جديد. أنا نقولكم تهلا في رواحكم بزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو إن شاء الله ديما في ساعة الخير. أنا نقولكم قولا خير. إيه تشاو تشاو.